من قلب الشام اجيت، من حارة عتيقة وبيت صغير بابه الأزرق مكتوب عليه حكاية لأولاد صغار. حتى أنا كتبت على الباب أحلامي، إني أقدر أمشي، إني أقدر أوصل، وإنه صوتي يوصل لكل أهالي حارتنا. حملت معي محبة كبيرة وقدرت أمشي وقدرت أكتر، وطلعت برا حدود شارعنا وصوتي وصل وحلمي كبر. صوت الناس الطيبة بقيت ببالي، ملامحهم وخوفهم علي من الطريق، كنت بدي أكد لهم وطمنهم أني بقدر. حتى وأنا لحالي كنت بحس بإيدين اللي بدها تساعدني لأرجع وقف وكمل مشواري. ما بتذكر كم مرة وقعت، بس الأكيد أني قمت. ولا بتذكر كم مرة حسيت من المستحيل كمل، بس الأكيد أني كملت وصدقت حلمي وصدقت حالي. كل محطة بفكر باللي بعدها، بتخيلها وبرحلها أقوى وبلاقيها أحلى مما تخيلت. كل مرة بدعي ربي وبقول يا رب لا تنسيني من أي محطة ابتديت. مرحبا. كلنا عنا مجموعة أصدقاء كتار، مرات لما بيكتروا لما بيزيد خبرتنا بالحياة منصير من سيستم، منصير منعرف مين الصديق صاحب المواقف اللي معانا كل الوقت، حتى لو مرات بيكون ظروفه ما بتسمح إنه نجتمع، بس منعرف مين هو الصديق بحياتنا ومين الرفيق لنكون نقعد قعدة لطيفة ودمه خفيف. ومين هذا اللي بدي أقول عنه، مين بحياتنا الموجود بخياله أنه هو صديق، بس المفروض أنه نحن كمان نكون منعرف قيمته، يعني قيمة وجوده بحياتنا، لأنه بالحقيقة له قيمة بحياتنا. اللي هو كتير الانتقاد، اللي بينتقد طول الوقت، اللي وخصوصي الستات يعني والبنات دائما حواليهم رفقة من هالنوع. يعني مرات في رفيقة أنا بالنسبة لي بستفيد منهم، يعني مثلا واحدة إذا قالت لي أصلا شو هالبنطلون اللي لابستيه، هذا بنته بنت طويلة، هي عندها حق، هي ما عم تقوله بمحبة بس هي عم تقوله بصدق. يعني هو بالفعل بنطلوني كان بده بنت طويلة شيرلستون، وبده يعني مساحات رجليها من وين لوين، وأنا كلي هالقد قدي أكيد ما بالبالي يلبس شيرلستون. عندها حق، مع أنه هي دمها تقيل وبعرف أنه هي ما بتحبني، قالتها بس لحتى تفش خلقها. مرات بلبس بلوزة ما بعرف كيف بيكون شكلها هيك، وخصوصا أنا لبسي صعب، يعني نيكولا بيعرف سكر من هون وافتح ممكن بس من هون وإلى آخره، فبيكون شكلها هيك مو لإلي. فبتقلي صاحبتي على فكرة هاي البلوزة مطلعتك شكلك يا الله شكلك غريب، لأنه كتافك عراض فطالع هيك شكلك غلط كتير. يعني يمكن تعرفوا فكر إنه إيه عندها حق، البلوزة ما طالع كتير فظيعة علي، هي دمها تقيل وبعرف أنا ما بتحبني عم تقول هيك بس لحتى تضايقني، بس عندها حق. مرات بيقول هيك صديقة، بتكون صديقة بتحبني بتقلي أصالة ليه لابسة هي البلوزة، حبيبي ما بتلبق لك، أنت لازم تلبسي الشيء اللي بيكون ما إله قصة إله قصة إلى آخره. بعرف إنه هي من كتر ما بتحبني بدي يعني ألبس شيء بيلبق لي. بدي لكم شيء على جمال فياض، ناس كتير بتسأل إنه يعني ليه، أنا نفسي ما بعرف ليش، لأنه فعلا يعني مرات ما بعرف شكل انتقاده هذا الكبير لإلي، ما بعرف شو سببه أو ما بدي أعرف، بس اللي بعرفه إنه هو بفيدني لأنه جمال فياض وناس هيك يعني بيكونوا مقررين ينتقدونا قبل ما نعمل الشيء. أنا بعرف إنه هو بيقولوا له دكتور، أنا ما بعرف إذا فعلاً إذا فبعتذر منه يعني لأنه حدا عم يقول لي إنه هو دكتور. المهم اللي بدي لكم إياه
انه فائدته بالنسبه لي كثير كبيره، انه هو حاططني على السكان، انه مراقبني. صح بكثير من المرات بيخترع لي قصص، بيخترع اخطاء اختراع، ولكن في بعض الاحيان، ببعض الاحيان وبتصير مرات مو قليله، مرات كثيره، كثيره شوي يعني مو كثير كثير، انه بيقول شيء عنده حق فيه، بينتقد انتقاد عنده وجهه نظر فيه، بس مو دائما. فاللي بدي اقوله بالاخر انه مو كثير ضرر يكون عندنا ناس حوالينا من هالنوع، ان كان حوالينا او عموما بالمجتمع، يعني كانوا اصدقاء او مثل جمال فضيل. الله 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 برعت نخليهم الإخاعين دولي يتبعونا. يا أهلا وسهلا، أهلا وسهلا. الله 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 يا عمري أنت، سوري أنا، شو أخبارك يا عمري أنت؟ كويس وحشتيني، وأنا اشتقت لك كثير كثير. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا، تفضلوا تفضلوا. تفضلي ست الكل. شو؟ هذه أم محمد نصتني عليه إنه لازم تصلي. يا الله كل حلقة هي معودتك، معودتنا عليك. الله يخلي لي إياك يا عمري. ستايل جديد أي والله. شو هاللبس الرائع اليوم؟ هذا ليكي برضه. شو هاللبس يا عمري أنت؟ إن شاء الله ما تطلع. دائما رائع بكل حلقة. أي والله. أنت المبدع. تسلم إيدك، شكرا كثير كثير، أحرجتني. ميت أهلا وسهلا. ما شاء الله. الله يسلمك يا رب. فرقتنا الحلوة. مساء الخير جميعا. مساء الخير جميعا. الله 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 الله. طبعا الاساتذه بتعرفهم. اه ما شاء الله. اي حبيبي شرفنا. خير احبابنا الاهلين. مساء الخير. فيصل الراشد طبعا كمان بتعرفوه، وطلال باشا يعني ما بده كمان. طلال ما شاء الله ما بعرف عليه، طربان طربان على طول، مسكت الكتاب بيغني. بيغني طربان طبعا. اي ما شاء الله. ايوه انا حالم. هو شخصيه حالمه. اي طبعا يعني شخصيه فوق الدنيويات تبعنا يعني طبعاً. حتى الموسيقى مستمتع فيها يعني. يا ريت اكون زي وصفك يعني، يا ريت اكون استحق وصفك. والله العظيم ربي يخليك. يعني انا بحس يعني انت شخص اخذت من الموسيقى احلى شيء منها. الله يحفظك. بتحس هيك ولا شو بتحس؟ يعني انت شفتها باحلى اوجهها. يعني احلى وش لها. اقول يكون رايك سليم كمان يعني. أنا مستمتع ومستقر ورايق بس نزل هات الله يوفقك اللي هو عشان نشوف وشك الحلو. نزله. لا شيله يعني. شيله هذا بس لنغني فيه. عشان الغنى. ايوه نزله هيك تك تك. لا اوكي. ايوه أوكي. كمان كمان وبعده عنك قدر الامكان، بس تبرى منه هلا. امورك كويسه؟ حلو، كله تمام الحمد لله رب العالمين. الحمد لله. كيف انت؟ ان شاء الله تكوني بخير. انا كويسه. غبنا عن بعض كم شهر. اي والله يا عمي. فقدت موبايلك. موبايلك شو صار فيه؟ انكب عليه نسكافيه من كثر ما تعودت من عندك اشرب الموبايل. خلاص نسكافيه فصرت خلاص مدمن. ف ما احلاك. سوفت وير طبعا. ف انا بعتذر. لا ولا يهمك، هلا برجع بعطيك الارقام. فيصل شو اخبارك؟ الحمد لله كويس. انت شو اخبارك؟ الحمد لله. وحشتينا والله. وحشتينا قد الدنيا اقسم بالله. الله يسلمك. انا طبعا سعيد جدا اني معك. الله يسلمك حبيبي.
الله يسلمك، تشرفنا. اتشرف والله اني اكون انسانة رائعة. طب اللي ما قلت لي هالكلام خليك. لا لا لا، انت رائعة انسانيا قبل لا تكونين فنيا. طب فيصل خلاص ان شاء الله لأم الإنسانية. انا احتمال خاشه حرس اصاله هنا تخوفني دائما. انا في سكيورتي هنا دير بالك. لا مشان هيك مشان من كثر ما بخوفك ام اليوم اجاني دور برد. الله يعطيك الصحه والعافيه. اي والله العظيم الف سلامه عليك. مسك بحلقي لهلا بيفتح. هلا بيفتح فعلا خلاص شهور حيفتح يعني ثق تمام. اشياء دافيه دائما اشياء دافيه. سوري شو تشربوا نسكافيه؟ جيب لك نسكافيه ادلق لك اياها على موبايلك الجديد. أنا ما أبغى أتعبك. لا ما في. أنا تعودت أنا أروح المطبخ وأعمل. لا هلا أنا أول يعني أول فنجان أنا بعمل لك. إيدك ده هذا ما بتعود. نسكافيه شوية حليب نقوطة وسكر قد إيه؟ أنا أشرب زيادة بس خليه وصل. ماشي خلاص. فيصل. أنا شاي صار. شاي طب تعال ساعدني. أنا أبغى كنت تساعدني أنا أكتب. لا أنت عم تكتب. خليك عم تكتب هلا. أنا مش. عامل غنية جديدة أصالة. كنا نبغى أتمنى شوف إنها تعجبك. أرجوك خليجي. خليجي خليجي بتكون رائعة لأنه أنا حموت يعني ابتدي على ألبومي الخليجي. ما بتتخيل قديش نفسي ابتدي. أنا توني عامل غنية. شايك قد إيه يا عمري؟ أنا شغل أنا شغل أنا شغل. أنت ساوي خلص. هاي السكر تبعك وهي معلقة. البوم جديد ان شاء الله متى راح تبلشين فيه؟ هلا معك. والله؟ والله العظيم لسه ما ابتديت. تخيل. وكلام مين؟ كثير كلام. كثير كلام، كلام يعجبك. اوكي. ويعجب خاطرك يعني بس عموما انا بيعجبني اختياراتك. حطيت سكر؟ اي حطيت سكر بس تعب. اوعى. بس الف شكر. أنا أعطيت أحلام هذا اللي شايف نفسه. أي ماشي ولا معبرني. غني لنا إياها هلا. شو فيها روح. أنا جاي مو محضر بس اللي بيطلع معي. اللي بيطلع. ولا أحب أحضر. ما حلو ولا أنا. والله العظيم ما أحب أحضر. أنا حتى الكلام أحس إنه بمدرسة، أحس إنه بمدرسة قاعدين رحنا حفلة نحضر. أحس إنه مدرسة. يعني إحنا الحفلات وفي أشياء لازم تتحضر. هاي فنجانك يا عمي. شكرا. حط إذا بدك حط ال. شكرا ألف شكرا. يعني دائما الشيء العفوي اللي يطلع هو الاساس. اي اعداد من هالنوع. أي. ما بدها تحضير الصراحه. بالضبط. لانه ذا الممكن اللي لا 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 شوفيها كويسه مؤكد كويس. بس سلم لي ايدي. الله يسلمك. الله الله طلال. الله الله انت هذا انا ما اقدر اعمل زيه. لا لا متى يعني؟ لا جد جد والله صالة انا قاعد اقول له شو هي؟ قلت له ريح بالك طلال ومن الاوراق هذه وادخل في الايباد. خليك في الايباد مخطوطات يعني. يقول ما اقدر اعمل متعود على لا هو يبغى يصور لي الان. هي بتعرف الكتابه حتى لها طعم يعني. انا يمكن جبت شيء 18 ايباد اني اكتب عليه، اكتب عليه افكار وبدي اكتب حكاية عم بحكيهم انا عم بعملهم. لا مثل بجمعهم هيك ببرنامج يعني شيء خاص فيي. وعلى اساس دائما بضيع دفاتري، قعدت اكتب بالدفتر شهرين. شهرين عم بكتب واعصر مخي وحموت وافكار واقرا وبدي اقرا من هون مشان اعرف هون شو بدي احكي ودقدق لاصحابي. طيب بدي احكي مثلا عن يعني على سبيل المثال بدي احكي عن السعادة عن الاستقرار بدي احكي قصص واشياء احكوا لي. طيب قولوا لي لانه انا قلت كثير وجمعت شهرين وابيات اشعار وقصص وكتبت وقلت نسيت الدفتر بالطيارة. الله نسيته ودقيت لكل اصحابي على على الجولف دخيلكم جيبوا لي هالدفتر. ما في خلاص ما في طبعا لو في فلاش ميموري. وبعدين من ذكائي الخارق كتبت على تويتر اني ضيعت دفتري على الجولف. فطبعا اللي لا دفتري هو يرجع لي اياه اساسا. لا لا هلا مستحيل بالسوق السوداء رجعه وانا حاستغربه الحين بالسوق السوداء اصاله. لا انا فزعلت. حصل معي الموضوع ده. عندي دفتر كل حياتي فيه وفي تنازلات الناس واحلى الاغاني والجديد.
المهم انه لا بعده يعني اقرب بعده لا بعده ايوه هذا ما كان يعني بس من جوا صح. ف انا عندي فوبيا احيانا احط اغراضي بالسياره واطلع انسى شيء بالبيت واسيبها شغاله وبعدين اترك الاشياء اللي فوق واعشق وامشي. طبعا كنت في مكان يعني شويه بعيد عن الناس بعدت الاشياء طبعا وقعت الاشياء اللي فوق السياره طبعا دورت كل الحي انه يدوروا لي دفتري الاسود كل حياتي فيه يعني كل اغانيها يا الله ما صعبه صعبه جدا بدات اجمع من جديد وساعدوني والحمد لله وصلت لأكبر طيب الحاله هذه لو في فلاش ميموري وعندك باك اب على الموضوع لا والله صح ولا لا هي طبعا خلاص يعني انا كسول في الموضوع ده بس هو رايق هو شخصيه ما له علاقه باللي عم تقوله حبيبي اللي عم تقوله بعيد يعني بعيد عن هذا الفكر رومانتك وكتابه وبحب ورواق بس الباك اب ده لازم لنا منه يعني فعلا كويس كثير مهم فتحت السيره ضروري كثير خصوصي ارقام التليفونات خصوصي يعني في اشياء كثير مهمه صح كثير مهم انها يعني الحقيقه انها ينعمل لك يعني ست اصاله انا بقول لك شيء اصاله ولا ها؟ اصاله ولا اصاله الحين اصاله شو الجديد اللي بتسوينه؟ طب فيصل غني لي الاول انا عم حضر يعني بدي احضر بقى خليجي ان شاء الله وموعوده من يعني تركي من عبد الرحمن عمي الله عم يحضر لي ان شاء الله يا رب يكون قريب وانت طبعا بيكون شيء رائع والله غني لي شيء اغنيه هيك انا واستاذ طلال نسمعك جديده ولا قديمه؟ وليش انا بلشت فيني يعني؟ مش عارفه يعني انا الوحيد اللي ماسك شاي انا الوحيد فيكم اللي ماسك شاي لا حسيت يعني لا حسيت انه انت بتعمل يعني حتعمل لنا هيك تنشط الجو بعدين عودك تقولوا ما ضبط معك يبغى تضبطه العود ما ضبط عندك؟ لا نضبط الحين ليش ما نضبط؟ لا لا خليك 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 استريح استريح هو يجي يا اظن ولا؟ ما يجي لا ما يجي ما ضبطوا الشباب بعد ما سحبت يعني بوزان يعني وين راح الحنان استنى احضر لك شوية بس الله ما جرق من طاحي قدامين دقيقة بس دقيقة واقف المكان المكان الو الو ايوه ايوه صوت تيست المكان المكان
لك عن كوالك، تسألك عن كوالك يا رقيق المشاعر، وين راح الحنان؟ ليه ما شلت قلبي طاح قدام عيني؟ الزمن هو زماني والمكان المكان، آخر الشعر كلمة تسألك عن وين يا رقيق المشاعر. شلون فنجان انت متهيمي تذكر شلون كنا والزمن كيف كان؟ يومي لا غبت عنك ما اسمع الا منك قهوة صوتك سولف الزعفر
حسيت انه هو متاثر فيك كثير. ايوه هو في هو يعني وصلني خبر من زملاء قدام انه لا بدون مايكروفون. ايوه اوكي هذا بس غني فيه. اوكي سوري ام سوري دائما انسى صار لي كم شهر. طب دقيقه بس ثانيه بس لافتح الباب. سوري من تعرف معنا ثانيه رجعيتك يا عمري. اهلين وسهلين. كيفك؟ برافو عليكي جاي جاكيت لانه فوق خيالك يعني عنا برد. كيفك؟ يا عمري بعد الدنيا انتي. بعد راسي اشتقت لك. ضعفانه يا عمري انت ضعفانه شوي؟ ايه بحب. ليه؟ فعلا؟ لا بعرف انه لا بعرف انه عم تكملي دراستك مدرستك. الحمد لله. يا عمري السلام عليكم. كيف حالكم؟ كيفك استاذ؟ ايش اخبارك؟ أهلا. تمام الله يسعدك يا رب. اهلا غالي بس هلا هلا فيصل كيفك؟ ايش اخبارك؟ الحمد لله الله يسعدك يا رب. الحمد لله. تفضلي يا عمري. برد والله مره برد هون كثير. انت بتدفي تقولي برد؟ لا بيت اصاب جاي بالجاكيت. بيتك بارد اصلا. نحن شكرا الله يسامحك. لا بارد يعني جو بارد. كيف الجو عندكم؟ والله انا عندي مصابي اوكي بس ما ادري الشباب اشوف انا عندي دبي. عايش دبي؟ لا والله. لكن مين قلتي دا قاعد بدبي؟ فيصل وين عايش؟ انا كويت. في الكويت والسعوديه. بس الكويت بين الكويت والسعوديه بارده جدا. الكويت ثلج والسعوديه كمان بس بالرياض والجنوب. الرياض موت. البندينه طبعا تحت الصفر. جده يعني الجو ما يتغير، كل 9 سنين يجي برد مفاجئ طبعا، وكم يوم والناس بيحسدوه ويروح. سبحان الله عندنا كذا، هذا عادة جدة. يعني كيف تطلعوا هيك بس بتغير؟ عادي، لا ممكن لا لبس الابيض العادي الخفيف. ما في اي برد؟ لا ما في برد. تجي نسمة كذا حلوة بس.
أي. يعني الربيع يعني هو لو ضل الجو هيك يعني استغفر الله العظيم. طبعا الحمد لله على كل شيء بس انا يا الله الشتاء ما بحبه استغفر الله العظيم. سبحان هو الله. غلط الواحد هيك يقول لا بحب الشتاء. ما ادري انا يصيبني كآبه بالشتاء. انا كمان كآبه فظيعه. انا بحب البرد بحس اني بالشتاء بدي ابكي. اي صح انا ما احب الشتاء. ما بحبه انا ما احب الشتاء ولا الشتاء ولا الخريف. وبعدين احنا ايش مستفيدين يعني عموما يعني الجو حلو ولا الجو حر ولا برد؟ ما احنا 24 ساعه بهالاستديوهات ولا بهالبيوت قاعدين. بس اذا برد حطينا دفايه، اذا حر شغلنا مكيف. الشباب قولوا بتعيشوا كثير بيقولوا الشتاء بيجيف الناس بيلبسهم 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 حلو فبتلاقي منظرهم وهم في الشتاء وبسرعه بيمشوا عشان الطاقه بيطلعوا شكلهم احلى. صح صح فعلا. اي واسرع ماشيين اسرع عشان يوصلوا بسرعه ويوصلوا يدفوا عشان ابداعات الجميله هذه. بعض الطلبه جميله ما شاء الله. انتوا اساتذه وحنا نتعلم. لا بالعكس لا لا والله انت استاذه ما شاء الله. محتاج كل الله يسلمك. كل شخص يقدم فن عبقريه طبعا. كلمه كبيره عبقريه على 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 الاستاذ احمد. نعم طالعه عليه طالعه على الاستاذ احمد. استاذ احمد العبقري. أنا قلت لها قبل شوية إحنا في جوا ورا الكواليس قلت لها أنا حب بس طبعا مش تصير في حق وناسة يعني أو غير وناسة. أنا ما بهمني أحد أقول الحق في مكان. أي قول والله يعين وأجري على الله يعني. طب قول الحق. يعني قلت لها إنه أنا وناسة ما أحب أتابع كثير. طبعا في منهم زملائي كثير وأحبهم يعني أحب أتابع. أي. بس لما تجي هي أفتح للآخر لأنه بتغني اسم الله ما شاء الله حلو. أي حبيبتي غني ما شاء الله حلو. حبيبتي رائعة. تعلم منك، تعلم ست أصالة وتعلم ست فيصل. يا حبيبي يا عمري والله العظيم جد. خلاص ما حلو هيك تقولي. خلاص شوي وروح نبكي غيرونا اللي إذا تبوا مناديل ترى هذي أغنية أنت. يلا يلا يا بيبي نغني؟ آه تعال نعم شوف تبعها. لا شوفي ورا ها. أوه دحين كنا عمالين نحكي بموضوع دحين هي تكمل لك. ايه هذا الفانز حقي يصممون مخزن في كل شيء وبعدين فجأة تفقدي كل شيء. مشكلة بس لازم تسوي باك اب. شفتي رهيبة صح ولا لا؟ هي كمان ايش هذا؟ الكفر تبعه حلو كثير. هذا الحلو من نظرة حاطة غنيتك. هذه اغنيتي. اغنيتك هذا مين وهذا الحلو؟ يلا هذا الفانز حقي. مسوين تصاميم تليفونات والايباد والدنيا. والله لكي تصاميم. ليش؟ نقول شيء خفيف. دخلك يا طير الوروار. الله 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 الله. قولي. تيارا. جهنا. صوت صوتك. ودخلك يا طير الوروار روح لك من صوب مشوار وسلم لي الحبايب وخبرني بحال شو صار دخلك يا طير الوروار روح لك من صوب مشوار وسلم لي خبرني بحال شو صار عتلال الشمس المنسي على ورقة
برافو 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 ان شاء الله. الله انا هالفتره ضميري معذبني تجاه اشياء كثيره فمالي مرتاحه معي مالي مرتاحه مني وانا زيك بالضبط بتواجهني اشياء يعني تكون احيانا تافهه بتخانق عليها يمكن اقرب الناس للناس يكونوا ممكن اخوك اختك اختلفت معهم في شيء فانت يعني في لحظه عصبيه بتقول انا مش عايز اشوف الشخص ده ثاني ابدا ولا عاد اتعامل معه فجأة بيصير في شيء يعني بس يصير له تكة إبرة تلاقي قلبك كده حن وراح ناحيته اه يعني ما أعرف الإنسان فيه تضارب وفيه ازدواجية من الداخل إيه هي إحنا عايشين ما أدري يقولوا في أمراض العصر كثرة صارت وهذا ناتج عن الصحة العقيمة والعقيمة دي الصحة لازم تعدل كمان بس كمان أنا بحس إنه هذا الوقت أكثر وقت الناس حاسة فيه بقيمة الحياة ما في شيء حوالينا يدعو للسعادة فمضطرين نخلقها صح مزبوط صح يا حلوة انتي بعدي انتي عمري ديت طيب فيصل غني لنا أغنية غني لنا لأحلام لحن لأغاني حلوة أحلام ما أعطيتها لحن واحد لحن واحد بس حسيته من كتر ما هي بتغني فكرت أنه اللي هو دمه خفيف هذا اللي شايف نفسه هذا اللي شايف نفسه إيه بس فخطر لي إنك عملت لها تاريخها والله أحلام نجمة يعني ما يحتاج أي ما في بس إن شيء غريب على أحلام كان كان شيء غريب على أحلام يعني اللون بالعكس حسيتك إنك لبست شيء لا يقلع حسيت إيه بالضبط حسيت مرة لا يقلع هذا نوع هذا لونها والله أنا أحس إن طلعتها شيء من لونها يعني مو لونها أنا إحساسي بس إذا أنتوا إحساسكم ممكن أنا هو دائماً بعلم النفسي يعني أنا ما أحكم على صورتي ولا أحكم على صوتي بعلم النفس أنا ما قصدي غنيت من هالنوعية بس قصدي هو لايق عليها إي لايق خصوصي كيف بتأديها بس ما غنيت نفس الموضوع يعني أنا أعطيت راشد أهلي لا تحرموني منه يا الله لايق عليه راشد ملبس راشد الماجد أهلي لا تحرموني منه بس بقول مو شيء غريب علي يعني هي لايقة علي بس في أغنية لازم نقولها أنا وأنت على وهي مع لفظ هي أعطينا أغنية بيقول عيني عينك خنتني من الجديد خلينا نكشف أوراقنا شوية أنت بتقول جديد الحين؟ نفسي أقول الأغنية دي والله بالذات غير الأغنية اللي حدثت بيات الصول يا شباب ونفسي أخطف الثاني وأخذها في الألبوم شو بحب أقول؟ بقول دائما بعد اللي بيقول بيات الصول مية دكا ولا مدري بس راح اجيب عنب بس باكل عنب شيء عنب 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 لو بدك جيب معك حبيبي انا مويه كمان خشوزي مضايقك الله يسعدك اوه تسلم ايدك يا عيوني العرب عندنا الرجال قوامون على النساء الله الله بس بس مشاهد أنا ما يدور بأوراقة طلع شو بيقول؟ كيفك روح عيش كذا خاطر مواويل اليوم يلا بي ما حتعزف؟ خلاص ما نحتاجها؟ ما ان شاء الله كل الحس اعمل لك شاي ثاني؟ لا حبيبي بس انت اشرب مويه شبت؟ اي شربت صح وانا الله 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 ال
الله 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 عليك. طلال انا اليوم بس قعدت لم لك ورقات ولابسه اصعب لبس بالعالم. انا بقوم قلم. لا والله العظيم. لا لا والله عليك مرتاحين. طب لاقي لنا طريقه دفتر. سموني هوج. ذبحني بهالاوراق. صار لي 4 سنين اقول له ايباد حق يرحم والدي. ملف كبير. ملف. خلص. على الاقل. بدك اياها هاي؟ كله ده عشان اقول موالي. الله أستاذ. الله. قسما برب البيت والركن الذي طاب تقبيلا ومسحا والتزاما قسماً برب البيت والركن الذي طاب تقبيلاً ومسحاً والتزاماً إن في طيبة قوماً جاءهم في محل النجم يعلو ويساماً فتحوا بعليا أسهم واستباحوا يمنا منها وشاما قسما رب البيت والركن الذي طاب تقبيلا ومسحا والتزاما إن في طيبة قوما جاءهم في محل النجم يعلو ويساما فتحوا بعليا أسهم واستباحوا يمنا ومنها وشاما فتحوا بعليا أسهم واستباحوا يمنا منها وشاما روضة الجنة في أوطانهم وتراب آثارهم يبري الجزام كل من لم يروى ضرب حبهم فهو محروم وإن صلى وصام الأعز المجتبى من هاشم طيب العنصر حاشا أن يضام قسما بالرب البيت والركن الذي طاب تقبيلا ومسحا والتزاما إن في طيبة قوما جاءهم في محل النجم يعلو ويساما Thank you.
بعت حبي وبعتني بعت حبي وبعتني والقسوة حبايب
عليك مثلهم ما انت ناقص عنهم يلا مثلك مثلهم ما انت ناقص عنهم ما انت كل اللي جرحاني انت واحد منهم انت واحد منهم كأنها أغنية معروفة، يعني أغنية هي مشهورة. أي يعني كأنها فلكلور قصدي. سبحان الله، هو هي أغنية جديدة أعطوني هي وخلوني أغنيها في الاستديو، بس ما كنت أعرف إنها لحن مسافر ولا أعرف كنت من كاتبها. والله قالوا كانت أغنية وبس أغنيها رائعة، كأنها أغنية قديمة بتحسيها. طيب من صاحبها من لحنها؟ قالوا لي بعدين تعرف. كان عندي ليلتها مقابلة مع واحد في اي بي، فكنت استغله لهوجتي. فبعدين فيصل بيقول لي فاكر الاغنيه الحلوه اللي انا كيف طلعت معك؟ قلت له ايه اغنيه؟ قال لي هذه. فالليله افتكرتها، قلت له لازم تغنيها معك. يا الله ما اجملها. هلا سجلتها عن جديد؟ سجلتها لا حوالي 6 شهور. يعني هالسنه او اكثر او اكثر. يا الله ما احلاها، كانها اغنيه قديمه يعني. صح. وكيف حفظت الكوبليه هذا؟ من كثر ما حبيتها وكررتها وشفت أثيرها على وجوه الناس. اللي أنا عندي عادة وكل ما أخذ سي دي أخذ راب ميكس وأقعد أسمع في السيارة. وكثر ما رددها صاروا يطلبوها مني، يقولوا لي المقربين يعني ممكن تحط لنا هي. فحفظتها. وبعدين أخذ التك واحد فنان اسمه خالد رؤوف. خالد رؤوف حبيبي وقريبي. نعم فعلا فعلا تحس انه فنان يعني. فنان جدا بالفعل. انا من اكثر الاشخاص يعني، مو لانه قريبي، بس من اكثر الاشخاص اللي برتاح ياخذ لي تيك هنا. بالفعل فعلا. بس عموما انا بغني احلى اذا المهندس فاهمني، يعني اذا نحن اصحاب. صح. وما له علاقه بالمده يعني، ممكن اقابل اشخاص بهالثانيه بس يكون في هيك في تعالف. اي في تعالف بيني وبينه، في كيمياء. انا كنت بعاني من كم اسبوع عشان تركيب صوتي. فطبعا مش بتقليل في المهندسين المقتدرين كلهم طبعا بروفيشنالز وناس موهوبين ومعروفين في الوسط وبياخذوا تيكات سليمه، بس في تعالف بالفعل. تحسي هنا لا توقفني، خلينا اغني وبعدين نوقفني مثلا يعني. هو لا اسلوبه خلاص كت، لا هنا غلط. أيوه. هنا انت مش على التيمبو. ايوه بتضايق، فهنا تقفل. في عندي مشكله انا يعني. انا عودت حالي. انا تصدق كنت بالبدايه اتضايق كثير، مش مو عادي لانه انا ما عندي المشكله يعني الوسط، فكنت اتضايق كثير. ما كان عندي حل غير اني اصلح حي انا بنفسي، فصرت قلت لازم بطل اتضايق تماما. برداني حتى شويه بدفع البسيط. طب لمسي ايدي اذا بدك شيء عندكم. دفايه شيء بارده شيء. جد والله والله كلمك جد. اصلا لا تكلم جد والله. ما في دفايه فيصل. احرجتني والله. زيت فحم عشان فكره مبخر يعني بخور. والله ثلجت. هذا نوع من انواع الرفاهيه، عم نقوي لكم التكييف. حلو حلو. اوكي مو حلو؟ لا حلو والله. في احلى من انه الواحد يعني يسقع وينشل من البرد. وراح صوتي احسن من الموضوع انه ما يعني انشلينا وما قدرنا نغني. لا برد فعلا. اول برد صورك الفحم. شوف
عم حاول كيف يزبطوه عم حاول حطب؟ لا حطب ما نبي أنا سامع فاسد حدا عم يكسر الشجر تبع الشارع بس لحتى يبعتولنا ندفع والله العظيم البرد بيروح الصوت صح؟ طبعاً يروح بالبيت يهلك الصوت والرطوبة في الصيف تهلك الصوت الرطوبة كله يهلك الصيف بالحالتين الجو لازم يكون معتدل للصوت بالحالتين لازم يكون الجو معتدل للصوت هو البرد تحديدا انا بالنسبه لي كثير يا رجل الالات الموسيقيه ما تتحمل طبعا خل بالك البني ادم طبعا شوفي اذا نزل شويه مطر على الالات تخرب واذا فيه رطوبه زايده على الالات هم تخرب يبيلها تكييف ما بالك البني ادم البني ادم يا عمري الله سم سوي لك سكان هذا سوي لي شيء حار ايوه سوي لك سكان شاي مره برد تمارين انا حافيه ها على فكره ترى اسمي ربع توله عاش لسان اسمي ربع توله لان انسانه جدا قصيره بال ما تقولي يا ريت كل الناس هيك طول بهالموهبه وبهالاخلاق الله يسعدك اصاله بدي اسالك انه رايحه اسوي شو اخبار تركي ليش خلاص قطعتي تعامل مع ما صرتي هلا ان شاء الله عم يحضر لي بس اي بس الالبوم طارق محمد وتركي هلا ان شاء الله الجديد عم يحضر لي وطلال باشا كمان بده يحضر لي يعني مو حب هيك على الفاضي كنت خجلان قديم خالص بس خايف انه ما يعجبك بس عندي خيارات كثيره يعني ايش اللي تحبيه اي شيء ما تعطيني خيارات اللي هاد انا شايفك فيه ليش انا يعني شايف حاجات كثيره يعني انا بطول أنا أسجل لك أديك نبدأ عنا شوي شوف اللي كنت بفكر في ده الموضوع وأنا جاي وقلت خايف أسمع لأنه في عندي أشياء كثيرة طبعا هذا له أكثر خذ بالك بس أنت الله يا طلال دقيقة يا عمر عمري دقيقة بس عمري إن شاء الله أكون حافظه يعني بس ملامح مايك بس اللون قولي لي عليه يعني اوكي قول اللون بتاعنا القديم خالص اللي هو زمان قدام وصف الجمال
هي حظي. وفي اشياء غنيها بالنص انا ورفيقتي الحلوه الصغيره. يلا على الاكل ونرجع نكمل. شو رايك؟ مشان تشحن وهيك شوي. انا متعشي والله. يلا 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 مشان والله متعشي والله. والله العظيم لك والله البارح تعشي. تمام يلا تعال تعشك اليوم تفضلوا. يلا بيبيتي انت البسي برجلك يا عمري مشان الارض فارغه. والله توك خذتها من ثاني وافتكرني عشان انساني. حياكم يا شباب. على صوتك يا انساني. نفس مودها بالضبط سبحان الله. يا اهلين وسهلين معلش تقعد هون. يم يم ممكن؟ وبعدين انا تفضل. انا ابي السلطات الحياه هذه. ايه الف بعدين نقلت لك على قبله ثاني. انت تقول وتمشي وانا سهر وانا امشي. نفس انا بحبه وراي ودو نفس صح؟ يمكن خط ايه لا غنى عنه. حتى لك شوي شيخ فيصل حتى لك شوي كلامنا كلامنا سنة ما اسمه قبل حبيبي بتاكل احنا جالسين نقول كلام لانه ما حطوا الشوربه. شيلي شيلي هذا مشان احط لكم اكل على طول. ما حطوا الشوربه الظاهر الشوربه احترقت. هذا ايش؟ لحظه لحظه اصلا خلينا لا خلينا لا خلينا انا بس ما حط خلص ما تاكل هم بس انا هيك لانه بعيد عن طلال بيحفظك ستي انت قريبه من قلبي. بيبي تحت لك لقمة شوي